متابعي قناة أستيس ويد مونا، كرحب بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون من محل إيمي ديكو، واللي غنتعرفوا فيه على بزاف ديال الجديد في البابي بال خاص بالصالونات غرف النوم والأطفال. العودة أيضا ديال بديل الرخام والزليج للناس اللي مقبلين على تغيير الديكور وبغوا شي حاجة زوينة وبثمن اقتصادي. واليوم إلى جانب البابي بان إفي رخام وصباغة اللي فيهم بزاف ديال الموديلات، غيكون معنا بابي بان إفي باغداج أو ديكور ديال الخشب اللي داير حاليا ضجة واللي كيعطي مالية البيت. ايضا غتشوفوا معايا لي بانو ديال البغداج الحقيقيين اللي كاين فيهم الام دي اف والبي في سي، وغنتعرفوا على جميع الاثمنه وفين كتركب، وغنعطيكم افكار ومعلومات كثيره مع الاخ ياسين بيان سور اللي غيرافقني في هذا لا فيديو. كنبغي نذكر ان المحل متواجد بالدار البيضاء الولفه، النعت غنخلي لكم صور في اخر الفيديو، كيسدوا الاحد فقط والارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. ما تنساوناش من جيم وبارطاجي الى عجبكم لا فيديو وفرجه ممتعه. وغادي نبداو لا فيديو ديالنا من المحل ديال ايمي ديكو، المحل اللي غبر علينا ولكن رجع بالجديد، جديد مميز. اول حاجه هو التغيير ديال الديكور ديال المحل، دابا تبارك الله تقريبا كاع هادشي هنا جديد ياك، كل شيء جديد تبارك الله عليك. سي ياسين لاباس عليك؟ بخير، مبروك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المتابعين ديالك، الله يكبر بك، الله يخليهم ديما فرحانين يا ربي امين. المحل ديال ايمي ديكو مره اخرى كاين في مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للناس ديال المحل غنخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو، اللي زوين انهم حتى هما كيديروا الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. اليوم ان شاء الله غنكتشفوا الجديد. اول حاجه في هاد ستيل بحال دي بلاك ياك، لي بلاك هذوك اللي كانوا بديل الرخام اللي كانوا تقادوا لينا وعاود جاوا وجا معاهم بديل الثلج تماما، بالنسبه للكريدونس، بالنسبه للحمامات، بالنسبه زعما بزاف ديال البلايص يقدروا يتخدموا فيهم. كيجيو على هذا الشكل، كتكون فيهم 30 سنتيم في العرض على 60 سنتيم فوالا، يعني كل باكي كتجي فيه وحيده بحال هكا، كيجيو على هذا الشكل. ها انتم شفتوا بحال دابا، انت مثلا عشقتي هذا لو موديل في الحيط، في العوض اللي غتجيبي الزليجي وغتجيبي الزليج والخدمه والروينه، كتاخذي غير بحال هاد لي بلاك هادو، لي بلاك اوتوكوم غير لصقه من اللور وكتابليكيهم ديك الساعه يعني مباشر. تمام، حيت كنبغيو نجاوبو على هاد الاسئله، حيت الا لاحظتي في كل فيديو كيجيو بزاف تساؤلات وما كنقدروش نجاوبهم في التعاليق. حاجه اخرى، واش هادو كيداروا في لاسال دو بان؟ كيداروا في لاسال دو بان، في اي بلاصه فيها الماء ما عندكش فيها مشكل، ماشي مشكل. بحال الشكل ديال هادوك اللي كانوا ديال الخر اللي عاود جاو عاوتاني وجاو فيهم موديلات اخرى. تبارك الله عليك. بالنسبه للوينات اللي متوفرين في هاد لو موديل، كاين جوج ديال لي كولور، كاين هذا شوفوا معايا فيه لو غرين وبحال فيغو تقريبا صفيفر شاعلينو بهذا الصفيفر هذا، وعندنا هذا لو موديل هذا ولا هذا اللون بلو. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، تبارك الله عليك. فوالا بالنسبه للثمن كتمشي الوحيده، هذه كتمشي لابياس، ديال لابياس فيها 30 سنتيم على 60 سنتيم غتعطيكم 15 درهم. تبارك الله عليك، يعني غتصاوبي لا كويزين ديالك باقل ثمن، غتعطى واحد الكو دو فريشور كيف ما كنقولوا وباقل ثمن. من الموديلات ايضا اللي كانت الاكثر طلبا والاكثر مبيعا في المحل ديال ايمي ديكو هما هاد لي بلاك هادو بديل الرخام، هادو خاصين بالحيط، هادو بالحيط فوالا. انا غنسولك قبل ما نبداو، غادي نسولك السؤال اللي كانوا كيسولوا 90% ديال المتابعات، واش ممكن نديرو في الارض؟ لا، بالنسبه لهذا الموديل ما كيدارش في الارض، هذا الموديل خاص بالحيط. بالنسبه للموديلات ديال الارض نزول عن طلب المتابعين ديال منى، تبارك الله عليك، ان شاء الله هما بشرى ساره ان شاء الله هما دابا راه ديجا تكومونداو، تقريبا غير داك لو ديلي ديال انهم باش يوصلوا راه غادي يكونوا يكون فيهم دو كولور. نقدروا نحطوا لكم لي كولور كاع في الفيديو اللي غادي يجيو، تبارك الله عليك. هما ديال الارض هما اوتوكولون اديزيف، ولكن قولي المميزات، هضرنا قبل التصوير قلتي لي كيختلفوا على هادو، كيختلفوا على هادو حيت هادو كيكونوا خفاف وهادو في البلاستيك ديالهم كيكون ليس على حسب الحيط، هادوك ديال الارض كيكونوا شويه ثقال حيت كيكون لاماتير ديالهم كاواتشو، كيكونوا اوتوكولون ميم طون بحال هادو، نفس العبار ديال هادو اللي هو 60 على 60، غير هو من الفوق كتكون كيكون تكستوري، كيكون بحال قلتي محفر، ملي كتقيسو كتقيس بحال كتقيس الزليج نيت ديال الارض، حيت تيكون عليهم الدرك فخاصهم يكونوا قاصحين شويه، حجر عليه ثقول وخا سميتو. تبارك الله، لا بغيتي تقارنو كاع مع الجيرفليكس اللي كنديرو داكشي راه غيكون مقارنه مع الجيرفليكس اللي كيكون الكاليتي ديالو طالعه، تبارك الله عليك، وغادي يكون فيهم ثمن مزيان ان شاء الله. المهم حنا جاوبنا على السؤال اللي 90% من المتابعات كانوا كيسولوه لينا، هذا خاص فقط غير بالحيط. بالنسبه للعبار ديالو 60 سنتيم على 60 سنتيم، 60 على 60، هذا كيدار في لي كويزين، كيدار ايضا حتى في لي سال دو بان، ويدار حتى في لي بانو ديكوراتيف مثلا في الحيط، مثلا عندك شي حيط بغيتي دير فيه شي تلفازه ولا شي ديكوراسيون كيليق ليه. فوالا اللوينات اللي متوفرين فيه كاين هذا الابيض والبيج، لا كولور المفتوحه سورتو الناس اللي عندهم مثلا شي بلاصه ضيقه هذا غيفتحها غيكبرها، وكاين ميم طون كاين البيض مع الكري،
ما عندناش لي شونتيون هنا، مي راه ديسپونبل حتى هو في الستوك. المهم هذا البيض فيه جوج، فيه دو، فيه الكري وفيه اللي غادي بالبيج. ديك الساعه الناس اللي يبغوا الموديل ولا شي حاجه راه غادي نصيفطوا لهم لي كولور كاملين اللي ديسپونبل. تبارك الله عليك. اي تساؤل الرقم راه غايبان لكم على الشاشه، غنحط لكم ان شاء الله جوج ديال الارقام. كاين هذا كيجي تقريبا كله كري وداخل فيه البيض والكحل. سورتو مثلا السيدات اللي عندهم لي كويزين في البيض مثلا وبغاو يديروا هذا كيجي غزال. وكاين اون ميم طون كاين هذا اللي نوار. ها انتم هذا زويون. سؤال اخر، واش هذا كيقدر يجي فوق البوطاجي فوق سطح العمل؟ لا ما يجيش فوق البوطاجي. البوطاجي نورمالمون البوطاجي اذا كنقطعوا فوق منه بالموز كنحطوا عليه السخون كنحطوا سميتو، هادو ما خصكش تقطع فوق منه فوالا. هادو حيت كيجيو ليس يليقوا الماء اكثر، يليقوا الماء، يليقوا الماء. يعني غادي ديريه مثلا في هذاك الحيط ديال لا كويزين غادي يجيك زوين، واخا تكون عندك بوطه ويدار في الحيط ما عندكش مشكل. تماما حتى ديك لا شالور وداك الشيء ما عندكش مشكل، ما كتاثرش عليها فوالا. ولكن تحط فوق منها مباشره. فوالا بالنسبه للي كيدار فوق سطح العمل عندك هنا في المحل كنا ورينا هذوك اللي كانوا ديسپونبل، هذوك اون ريبتيو لي ستوك عاود يدخل. فوالا المهم راه كيكونوا في المحل، كيكونوا في المحل. تبارك الله عليك. بالنسبه لو بري هذه كيتباع حتى هي القطعه، القطعه هذو فيهم 60 على 60، هذو اخر ثمن كنا في الستوك اللي كان في الاول كنا دايرين لهم 30 درهم، هذه المره غادي نحطوا لهم الثمن نديروا لهم 25 درهم. تبارك الله عليك. المهم لا لي الغلاء 25 درهم الوحيده. كيتقام عليك ديكور زوين غزال وبثمن جد مناسب. نعاود نذكر مره اخرى كيدار في لا سال دو بان، كيدار في لا كويزين، كيدار في الحيط فقط، ما كيدارش في الارض وما كيدارش فوق سطح العمل. وبالنسبه للخاصين بالارض ان شاء الله غادي يدخلوا ان شاء الله كيف ما قال لي خويا ياسين من مورا العيد بواحد 20 يوم هذا ممكن يكونوا نورمالمون ديك الساعه راه اون فوا غادي تدخل السلعه راه ضروري غادي نحط لكم لا فيديو ديالها. تبارك الله عليك. عندكم كلشي وتعرفوا المميزات ديال كل حاجه ان شاء الله نكونوا عارفين. وراه كيحطوا الجديد حتى في لاباج انستغرام الناس اللي انتريسي. ودائما في الجديد شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل ديال البغداج اللي داير ضجه. شوفوا معايا ها انتم دابا غيبان لكم مزيان. شوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير صراحه، كيعطي واحد ليفي غزال ستيل 3 دي، داك ستيل ديال العود كيف ما قلت لكم البغداج اللي خارج دابا لا غون طوندونس، كيدار في لي تيت دو لي، كيدار في اسباس تي في، كيجي فريمون غزال. المحل ديال ايمي ديكو موفروا لكم ب 3 كولور، كاينه لا كولور هادي اللي كيبغوها السيدات بزاف هما هذا الستيل هذا البيج، وعندنا هادي اللي بالكري حتى هي كتجي زوينه على حسب لا ديكوراسيون هي كل فراش اللي عندها في الدار اللي عندك تماما باش تماريها فوالا. وكاين هاد لا كولور هادي بحال اورانج بارده، هادي قال لي خويا ياسين كتمشي اكثر في الناس مثلا اللي عندهم مثلا القهاوي، الناس اللي عندهم مثلا محلات ولا هذا كتجي فيها اكثر زوينه انتوما. وعاود هبط لهم غير هذيك الفوقانيه، عرفتي ملي كتهبط عاد كتبان دابا هكا غولي ما كتعطيش. فوالا شوف انا غنبعد باش يبان لكم، شوفوا كيفاش كتجي دايره. هذه كتقام موان شير على البغداج مثلا الحقيقي، شوفوا معايا، وفي نفس الوقت كيعطي واحد لي في ناتوريل زويون. وفيهم واحد لومب اللي كيكون هنايا اللي كيعطي لي في 3 دي، باش كيبان لك هذا العود كيبان لك بحال غير ملي كتحط بحال الخيال. بحال الخيال فوالا. هاد واش كيمشيو للرولو ولا كيمشيو للمتر ولا؟ هادو كيمشيو للرولو. رولو فوالا. الرولو شحال فيه؟ الرولو كتكون فيه 10 متر على 53 سنتيم ديال العرض. دابا مثلا انا عندي مثلا واحد لوميغ، عندي واحد الحيط وبغيت ندير فيه هاد ستيل بارداج بالبابي با. مثلا الحيط تقريبا تقدر تكون فيه هذا كيدير لك ان ميغ ديال 1.50 متر متر 50 على 3 متر ديال العرض. واغلبيه السيدات كيبغيو ديك القضيه انهم يديروا غير في الجناب والوسط كيخليوه خاوي. كيديروا الوسط خاوي ولا كيديروا الالفي ماغ ولا بحال الرخام في الوسط ولا في الجناب بحال هذا اللي شفنا سوا في هذوك لي بلاك سوا في البابي بان ثاني. وفرنا لكم الالفي ماغ سوا في البابي بان سوا في لي بلاك، ديك الساعه كيبقى لكم لو شوا. تبارك الله عليك. والبابي بان هادو اللي كنوريكم دابا لي كاليتي ديالهم راه فينيل انتي سي، زعما كيتغسلوا بالماء حتى هما ما عندكش مشكل. يعني دابا هذا كيتمسح وكل شيء ويتغسل واخا يكون الماء ما عندكش مشكل. تبارك الله عليك. الماتيريال ديالهم فينيل انتي سي، تقدري ديريه حتى في صال دو بان انفيتي ما يكونش فيها الدوش. فوالا يعني على حساب لافابور صافي. على حساب لافابور، ولكن حتى الا كان فيها كاع الدوش يكون لابارتي دوش ما ديريهش فيها وديريه في لابارتي الاخرى. فوالا يكون بعيد شويه. يكون في لي تواليت يكون في السلاح. تبارك الله عليك. اللوينات كيف ما قلنا 3 كولور، وبالنسبه للو بري شحال كيمشي الرولو؟ هادو كيبقاو 100 درهم الرولو. تبارك الله عليك. شحال فيه قلنا؟ 5 متر كاري 10 متر على 53 سنتيم. فوالا. هادو الا جينا نقارنوه مع البارداج راه كاين ديفيرونس دو بري ديال موان 7 فوا ولا 8 فوا الباسباس. تبارك الله عليك. وراه تاهم توفر عندهم في المحل، حنا ان شاء الله غادي نرجعوا ليه الناس اللي بغاو. عندك قلتي لي ستيل بي في سي وعندك الام دي اف. بي في سي وكيكون الام دي اف في البارداج. انت دابا عندك بجوج هنا في المحل. بجوج
جوج كاين عندي هنايا لي زيشونسيون ديال الاندات هما كلهم كيكون لي زيشونسيون كيتشابو زعما لي كولور وداكشي راه كيبان بحال بحال كتبقى غير لا ماتيير اللي غادي تبغي الام دي اف كيخدم في وسط زعما الانتيريور فوالا البي في سي كيخدم في الاكستيريور وفي لي صال دو بان حدا الناس بغاو يديروا في لي تيراس لي بالكون ولا الناس اللي عندهم لي كافي وهذا على حسب الشتا البرد هذا الماء وداكشي كتاخذ البي في سي فوالا كان في الانتيريور شي موبل زعما حيت ديال التلفازه ولا بيت نعاس ولا شي بلاصه اللي ما فيهاش الماء بزاف ولا شي حاجه كتاخذ الام دي اف كيطيح موان شيخ على سميتو فوالا نشوفوني دابا ما حنا باقيين فيه ها هو وهذا لو موديل هما كيجيو دي بانو بحال هكا دابا هذا اللي كنشوفو ام دي اف هذا ام دي اف ام دي اف سي سي هو الا شفتي راه غادي تشوف بحالو الطريقه غير لا ماتيير اللي كتختلف ياك تشوفها لا ميم تشوفها لا ميم ها نتوما غير واحد تيكون بي في سي يعني بحال بلاستيك وواحد تيكون ام دي اف هذا اللي كتشوفو معايا دابا ام دي اف شوفوا ستيل نوايي كيجي بحال هكا لي كولور نوايي وهادي هذا الكولور كلير ديال البلو شوفوا معايا يعني جوج دلوينات وجوج دلوينات لي لا غران طوندونس تبارك الله هما اللي كيبغيو السيدات بزاف فوالا دابا هذا كيجي بحال هكا كتركب مال فيميل بحال هكا كيجي الديفينيسيون ديالهم كتاخذي نفس الكولور وبالنسبه للثمن واش كناخذ القطعه ولا كناخذ المتر كتمشي للقطعه القطعه انا 82 ديال رجع مازال اللور باش غادي يبان لكم شوفوا معايا القطعه قداش فيها شحال 82 اها نورمالمون هذه هي لا تاي ستوندغ ديال لاوتور اللي كتكون عندنا حنا في التيورولوجي تماما 82 على 12 سنتيم فوالا هذا هو العبار ديال القطعه بشحال كتباع كتباع القطعه ب 140 درهم القطعه يعني راه كتقام موان شيغ على لا غدير العود العود راه كيتقام تقريبا بلو تريبل بالثمن ديال الام دي اف تبارك الله عليك وبالنسبه للبي في سي البي في سي كيكون كيدير 200 درهم القطعه حيت هو تيكون ثاني ريزيستون كثار على حساب الماء تماما بالنسبه للانتيريور حنا كنصحوا الناس ياخذوا الام دي اف اذا كانوا بغاو شي حاجه موان شيغ راه كنقول لهم بابي بان بابي بان كيطيح موان شيغ اذا جيتو تحسبوا على حساب متر ونص هذه غتقام عليكم تقريبا بشي 1800 درهم تبارك الله عليك 50 على 3 تقام لكم 1800 ونورمالمون ما كديرش 150 كدير 70 سنتيم اللي كتكون ستوند فوالا باش ما كديش اني شارجي بزاف بابي بان 100 درهم يعني شوفوا الفرق 100 درهم و 1800 درهم هذا هو ولكن شتي على العموم مثلا الناس اللي عشقوا مثلا هاد لو ستيل هذا كيتقام موان شيغ على انك مثلا ديرو بالعود بالعود نورمالمون الا درتي 150 تقام لك واحد 6000 درهم مناسب عليك تماما شتو الفرق كيدير دوبل بزاف تبارك الله عليك قلنا اللوينات متوفرين جوج وبالنسبه للناس اللي بغاو اي حاجه مثلا ديال المدن واخا حنا كنقولوها في الاول ديال لا فيديو نعاودو نذكروا كتصيفط لهم اي حاجه بغاوها اي حاجه كنصيفطوها ما عندناش مشكل فوالا ديك الساعه ترونسبور ديك الساعه كنحنا نشوفوا السلعه اللي كياخذوها وكنشوفوا الفوليوم ديال ترونسبور ديال لا مارشانديز ديك الساعه كنقول لهم ترونسبور ديال فوالا بالنسبه لي بوزور الناس اللي كيخدموا لكم هذا الشيء في كازا هذا البارطاج النجار كيخدموا خاص تكون عنده غير لا ماشين باش كيقطع العود راه كيقطع بها البارطاج بالنسبه للبابي بان وداك الشيء الدراري ديال بابي بان كيخدموا بالنسبه للمدن عندنا مراكش الرباط طنجه تطوان مكناس اها واكادير هاد المدن كاملين عندنا دي بوزور ديالنا في هاد المدن اللي يقدروا يركبوا لكم البابي بان كامل تبارك الله عليك وبالنسبه لمدينه الدار البيضاء الدار البيضاء راه ديالكم هذيك تبارك الله عليك غادي نرجعوا للبابي بان وغادي نمشيو مباشره للبابي بان افيمار ستيل ديال الرخام ستيل ديال الرخام ستيل بحال الثوب وستيل جيومتريك فوالا وقلتي لي هذه كوبي ديال 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 دي مارك عالميين يعني الناس اللي زعما فوالا دي مارك دو لوكس عندنا الناس هنايا ولا يهضروا معنا راه غادي نقول لهم كل حاجه ولا مارك ديالها تماما وبالثمن ديال بابي بان تبارك الله عليك ستيل ديالو واعر صراحه شوفوا 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 غنقرب لكم شوفوا لو ستيل كيفاش داير كيجي معرق كله بالدوغي خطير جدا هضره خرجت فيه حتى لا بانتور بحال هذا الشكل مي كتقام غاليه بلا ما نقول لكم الروينه ديالها وداك الشيء دابا جابوها لكم على ستيل بابي بان سهله لا بوز ساعتين ثلاثه السوايع كتكون داك حيت في الغالب هذا كنديروا به غير حيط واحد فوالا كتكون مقاده ناضيه لا ديكوراسيون ديالك بالنسبه للكولور اللي فيه عندنا هذا للارضيه ديالو بحال بيج غري مع عريقات فوالا في الدوغي وكاين فيه البلون كاسي مع البيج هو غزال هذا شاعل هذا بحال طافي شويه وهذا يجي مع داك البغداج اللي ورينا هذا الستيل هذا كنوريو كاملين يقدروا يجيو مع البغداج كدير البغداج في اون بارتي وكدير لوتر بارتي كدير فيها سوا هذا سوا هذا كيجي في الدخله ديال الدار سوا كيجي في لي صالون اها كيجي صراحه زوين وهذا ديالو مع لارجونتي انا غري مع لارجونتي شوفوا معايا كيفاش كيجي داير شوفوا اللمعه كيجي معرق صراحه غزال وتا هو نفس القضيه كيتمسح كلشي لافابل وحتى بالنسبه للخدمه ديالو 100% بحال لوريجينال تبارك الله عليك انا نقدر نوريك لوريجينال في الكتالوج ديالو
وتقارنوا مع هذا ما يبانش الفرق. تبارك الله عليك. زعما ما كاينش الفرق. فوالا بالنسبه لواحد الحاجه، الناس اللي جدادين على القناه اللي ما عمرهم ما شافوا الفيديوهات القدام، غيقول لك عندنا لوميديتي، عندنا البروده، عندنا، بغيت غير يعني تذكرهم بديك لاستيس اللي كنا ذكرنا في الفيديو السابق. الناس اللي كتخرج لهم كحوله في الحيط، الناس اللي كيصوف لهم الحيط ولا عندهم بروده من تحت ولا شي حاجه، كيديروا البابي الومنيوم كنلصقوه هو الاولاني. كنلصقوه لاكول فلومبو هي اللي كتكون كدير بها جيرفليكس وداك الشيء. كنلصقوه هو الاول، ابخي كنديروا فوق منه بابي بان، ما عمر كيخرج لك ديك الساعه هذيك الكحول. فوالا حيت كاين سياس بزاف كيعشقوا البابي بان، كيكون عندهم داك المشكل ديال الغموله، ديما كيخسر لهم البابي بان. دابا هذا استيس زوين صراحه، وفي نفس الوقت اقتصادي رخيص. فوالا تبارك الله عليك. نكملوا في البابي بان ديالنا. كاين فيه هذا بحال الثوب، شوفوا كيفاش كيجي، داير بحال البروكار، كيجي بحال المطروز. تمام. طيب قلت لك هادو مخدومين على ليفري، دونك هاد لافينيسيون اللي كتلقاي في هاد البابي بان ما تلقايهاش في اي بابي. تبارك الله عليك. انا نزيد نقرب لكم غير باش يبان لكم كيفاش كيجي، داير شفتوا بحال تيسي، وكتشوفوا من هنا باللون، ملي كتشوفوا من الجنب كيبان لك اون اوتر كولور. سي فري. كتبدلي لا كولور ديالك. بحال تبارك الله عليك. هاد الموتيف فيه 3 كولور، كاين فيه هاد المفتوح، هذا تقدر تدورو في الصالون كامل. تمام. ما عندكش مشكل. ما تيجيش شارجي. ما كيجيش شارجي. انا غنقرب لكم باش تشوفوا التفاصيل ديالو كيفاش كيجي داير. اسمحوا لي على حساب الخيال، ها انتم شوفوا كيفاش كيجي، قلت لكم بحال ستي ديال البروكار. شوفوا معايا كيف ما قال لكم سياسين، كتقدروا ديروا في صالون كامل. ماشي بحال دابا هادو شي يكونوا شويه شارجي، كتقدروا ديروا غير بانو واحد. كتكون لا كولور فونسي، كتكون الموتيف شارجي، كدير بانو، كديرها بانو واحد كيجي حسن. فوالا. ملي كيكون لا كولور كلير، واخا يكون فيها الموتيف ولا شي حاجه، تقدر تدورها ما عندكش مشكل. فوالا، تجي حلوه، تيجي زوين. شوفوا معايا الكري. هذا الكري مع داخل فيه شويه ديال البيج. شوفوا. كري بيج. نتمنى يكون باين لكم، ها انتم شفتوا. تبارك الله عليك. أه. الموتيف الثالث. شوفو كيفاش كيجي داير، هذا زويون حتى هو، تيجي بحال مضروب بهذاك تيسميوه الصباغ، هذاك الطالوش بحال داك الشكل ياك، ستيل 3 دي، عرفتي بحال الخدمه ديال الصباغه. شوفو كيفاش كيجي داير، ها انتم ديما هاد لي بابي بان كتشوفهم فاس باللون وكتشوفهم بالجنب باللون. تبارك الله عليك. وغير الاشاره ملي غتجيو للمحل ان شاء الله ولا غتوصلوا بهم الناس ديال المدن، غادي يبانوا لكم احسن واوضح، وحاولوا تقادوا لا كاليتي ديماج من الجنب ديال لا فيديو، حيت دابا حنا هنايا الضو شويه ما معاوناش، ويلا درت لكم الضو مجهد هاد لي ديطاي ما غيبانوش لكم. واو شوفوا معايا لو غري كيفاش عطى ديالو داخل فيه بيض دوري. شوف ولكن داك الدوغي المطفي جا زوين صراحه، جا ديسكري. ها هادي لا كولور الثاني بحال ديال الفونسي ديالو. الفونسي ديالو هادي تقدر ديرها في دو، اللي تقدر ديرها في حيط ديال التلفازه، تقدر ديرها في شي حيط ديال لونتري. سي فري تجي زوينه، كلهم تجيو زوين. تبارك الله. كاين هاد الموتيف عاوتاني فيه دو كولور، تجي بحال مموج. شوفوا بحال السحاب صراحة غزال، هذا فيه شوية الكريج مع شوية البيج مع شوية الدوغي. شوفوا كيفاش كيجي، هذا كيجي مع كلشي، تو رائع. أي لوان عندك كيجي معاه. تبارك الله عليك. هادو توما كيمشيو للرولو، كيمشيو للرولو 53 على 10 متر. وعشاق النواغ، النواغ مع الدوغي. شوف حيت باش ما يجيش مغلوق بزاف غلبوا الدوغي على النواغ. شوفوا كيفاش كيجي داير، لا كولور خطيرة حتى الملمس، لا تكستور رائعة. تبارك الله عليك. هانتوما شوفوا الفرق بيناتهم، المفتوح والمغلوق. وعاد كاين هاد لو موديل هذا كيجي بحال اشكال هندسيه جيومتريك، تاعو كيجي دو لي، كيجي هادو كاملين سوا دو لي سوا صالون سوا لونتري ديال الدار كيجيو واعر تماما صراحه. فين وين هذا هو فيه لو بيج دوغي او توب. تبارك الله عليك. بالنسبه لو بري هاد لا بارتي هادي كامله واش غدوز الثمن واحد؟ الثمن واحد ومازال كاين الكماله ديالها. اها نوريوها هنايا عاد نقولوا لو بري، نقول الثمن. ها انتم واو هادي كي دايره كتحمق، بلاتي ندير لكم بلون سيري باش يبان لكم اكثر. شوفوا 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 كيفاش كيجي داير، هذا فيه حتى شويه توب برونز تقريبا، توب برونز. وباش تعرف لا فينيسيون ديال الخدمه، لا بريونس فيه اون بريونس اللي كتكون كتبان، ها هي دابا كتبان لكم، ما مديوراش في البابي كامل، كاينين شي عروقه ما محطوطه فيهم حتى شي ما فيهم حتى شي حاجه. دونك هاد الخدمه صعيب ديرها في زعما في اي بابي بان. تبارك الله عليك. مخدوم زعما غزال 2 3 4 ماشين عاد باش كيخرج لك هاد لا فينيسيون. وفيه شويه البلو، واحد البلو خفيف، واحد البيبي بلو خفيف. شوف ما بين الكري والبلو. تمام. حتى هو كيتماوش. تماما. كيتماوش، وهذا فيه الطوب وفيه الكري. دونك لا كولور كتجيك مع كلشي. تبارك الله عليك. هادو كيف ما قلت لكم كاملين كيمشيو للرولو من لا نوفيل كوليكسيون. عرفتي هذا فيه واحد الفيغ اورانجيو لي دابا يلاه شفتو. شوفوا معايا لو كري ديالو مع لو بيج حتى هو. ولارجونتي. رائع. شوف شوف شوف. حتى هو فيه ديك اللمعة.
فوالا بحال لارجونتي هو اللي كيجي مات، وهنايا كتجي فيه ديك اللمعه. شوفوا ندير لكم بحال هكا باش تبان لكم، تبارك الله عليك. دي بابي بال اللي اي واحد يدخل عندكم يقول لكم شنو هذا، حيت صراحه ما مفهومش. حيت كيبان بحال الصباغه بحال ها انتم. هذا دابا لو بيج ديالو عشاق سامبل. شوفوا لو بيج كيفاش كيجي، داير غنبعدي على حساب الخيال هكا باش هكا غيبان لكم حسن صراحه، هكا حسن. شوفوا شتو وكيتماوج شتو، دابا ملي ليه هكا مغلوق هز واحد شويه خويا ياسين، ها انتم كيولي مفتوح كيتبع الضوء. تماوج وفي هذا في ديك لابريونس بالضوء، تبارك الله عليك. تا هو زويون هذا، ممكن ممكن دير به صالون كامل. هذا سي بوسيبل، كي كونطون سور طون تقدر دير صالون كامل ما عندكش مشكل. وهذا هذا هو اللي قلت لكم شوفوا معايا، شوف غنجي لكم بحال هكا باش غادي يبان لكم مزيان. شفتوا كيفاش كيعطي اوب بيج وفيغ رويال. فوالا انا قلت لكم قولي لها فيغ او، فيغ او صراحه ماشي اخضر ملكي، هذا بحال فيغ او ما بين وتا على حساب الضوء، مره كيتفتح مره كيتغلق. دابا كل واحد كيشوف بوبي بال، دابا انا كنشوفه من جهتي وكيشوفه من جهته، كيشوفه مغلق انا كيبان لي مفتوح. وهذا البارتي اللي فيها الفيغ مرشوشه بالضوء، تبارك الله عليك. تايفه واحد اللمعه دابا، هذا بحال فيه ربعه اللوينات، فيه كات كولور. هذا باقيين في الجديد، شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل كيفاش كيجي داير. هذا داير بحال مرشوش ها نتوما بهاد لا كولور هذه. شوفوا شوفوا بلو بلو تيركواز تقريبا، تيركواز و لورونج. شوف الطوب دوغي برونز بحال كارتي، هذه بحال ستيل كارتي. شوف شوف شوفوا كيفاش كيجي داير، واو صراحه رائع. هذا تا هو فيه 3 كولور، كاينه هاد لا كولور هادي اللي بالنسبه ليا انايا هي اللي شارجي كثر، كاينه هادي الكلير هي اللي تقدر دورها ثاني ماشي مشكل. هادي فيها الفيغ او، فيها الفيغ او. شوفوا معايا، شوفوا شوفوا صوت هي كتماوج غزاله، وفيها واحد اللمعه خفيفه. نقربها لكم هنا باش تبان لكم، شفتوا اللمعه تبارك الله عليك. تا هما نفس القضيه، واخا كنذكرها في الاول ديال لا فيديو غنبقى ديما نقولها للسيدات، حيت كيزارفيو كيتمسح وكل شيء. نظر ديما نظر فوالا. فين هاد لا كولور هاد؟ هذا الارضيه ديالو بيج طوب، هذا بيج طوب فوالا. هذه لا كولور اللي كتجي مع كل شيء. شوف داخل فيها تاهي الطوغي، وداخل فيها كري بلو، كري بلو تماما. شفتوا كيفاش كيعطي؟ ها انتم ها انتم، حتى هي كتماوج دابا، جهه كتبان لكم فونسي على حساب الضوء، وثاني ملي كيطلقها كتبان لكم كلير. حنا باقيين في لو ميم بري، باقي ما قلناش الثمن، ولكن هادو كاملين فوالا غيدوزو بنفس الثمن. شوفوا معايا هاد لو موديل كيدير، شوف هذا فيه البيج والكري كلير، غادي فاتح الارضيه ديالو ستان بيج، تبارك الله عليك. فيه هاد لا كولور هادي، فيه الطوب ديالو الطوب، ها انتوما باش تعرفوا الفرق، هذا البيج هذا الطوب. شوفوا معايا الطوب كيفاش كيجي داير، داخل فيه واحد بحال الخضر تا هو بحال الفيغ او، غير داك الفيغ او مذهب ياك ماشي مذهب، فيه ديك اللمعه، فيه ديك اللمعه. دابا لي كولور ديالو مع كيتبدلوا ما كتقدرش تحكم عليهم، ما تقدرش تحكم عليهم، وما صعيبش انك تختار لا كولور اللي عندك، اللي عندك الكولور اللي صعيبه كيجي مع كل شيء، تبارك الله. ملي كتحطوا مع التفريشه كيجي سورتو هادو البيج والبيج طوب وهادو كيمشيو مع كل شيء. وعندنا فيه لا كولور الثالثه، هذه اللي غالب عليها الكري في الارضيه فوالا، ولكن الكري بارد، الكري بارد حيت ان شاء الله راه بان ليا كاين حتى الكري فونسي. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، كتجي بحال مكتوبه فيها اف، بحال داك لو ستيل ديال فيندي تقريبا. فوالا وعاد لا كولور الرابعه معنا، كيف ما قلت لكم كلهم هادو غيدوزو بلو ميم بري. اللي بغات شي حاجه غير دير كابتور ديكرون وترسلها الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه. شوفوا الكري فونسي باش يبان لك، انا غنبعد باش يبان لكم. شفتوا ها المفتوح ها المغلوق، وبجوجهم كيتماوجوا شو على حساب الضوء، تبارك الله عليك. باقي شي شكل اخر من هادو، اخر موديل هو هذاك اللي تولد داك الثاني، يمكن فيه لون واحد، فيه لون واحد. هذا كيجي بحال بحال شي طرزه، هذا غزال، هذا تخيلته في صالون، هذا كيجي داير كامل صالون، هذا رائع. كيجي بحال مطروز، ومطروز بالبريو لاباغتي ديال الطرزه كامله دايره، ولكن داك البريو الخفيف تيجي تخي شيك، ماشي 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 كثير. ها انتم شوفوا شوف كيفاش كيجي داير، وبالعين احسن. شوف حنا كنقربوا لكم الفكره، شوفوا كيفاش كيجي، انا غنبعد باش يبان لكم. شفتوا دابا شفنا لي موديل تقريبا ديال الرخام كاملين، وهاد الستيلات اللي كيجيو بحال هكا مزوقين بحال ستيل تواب مطروزين بروكار. دابا بغينا نعرفوا لو بري، الثمن شحال غادي يبقاو الثمن ديال لي بابي بان، باش نعلم الناس يعرفوا بابي بان في الفغي شحال كيديروا. نورمالمون ارخص حاجه كاينه في هادو كيديروا 1800 درهم للرولو، للرولو للرولو
لولو ديال المترو على 10. هذا ارخص حاجه، ارخص موديل. حيت هنا بالنسبه لهاد لي موديل اللي دوزنا كاينين شي 4 ديال لي كاتالوغ، تبارك الله عليك. كاين 1800، كاين 2200، كاين 2400 درهم. حنا نورمالمون هادو كاملين قديناهم صوبناهم بثمن واحد اللي هو 250 درهم الرول، تبارك الله. هي 10 مترو شي حاجه دو لوكس. شي حاجه دو لوكس غادي نحطو بحال هذاك اللي واخدو ب 1800 بحال انت اللي واخدو 250 درهم. تبارك الله عليك. نفس الخدمه نفس كل شيء، زعما ما كاينش الفرق بيناتهم. تبارك الله عليك. وبالنسبه للعبار ديال الرولو حتى هو بحالو، حتى هو كيعطيك مترو ونص على 3 مترو ديال العلو. تبارك الله عليك. 10 مترو على 53 سم. دابا غنمشيو لنوت كاتالوج ديال هذا. حتى هو ستيل بحال المرخم ولكن ثاني ديزاين اخر. هذا يوم ماركت هو معروفه اللي كدير شي 3500 درهم تقريبا. المحل ديال ايمي ديكو وفرهم ليكم باقل اقل اقل ثمن. ندخلوا البابي بان باش الناس كلشي دير لي مارك، الناس كلشي دير داكشي اللي كيلقاو في اي بلاصه، كيمشيو لي زوبيل، كيمشيو وكيعجبهم داك الديكور. فوالا باش ياخذوه كنحاولوا نوفروا لهم بثمن اللي يكون تبارك الله الجميع. بدينا بالفونسي اللي هو الكري مع الدوغي، مع الدوغي وفي بحال الحجيرات هنايا. انا غنقرب لكم باش يبان لكم هذوك الحجيرات. شوفوا شوفوا كيفاش كيجيو دايرين. ها انتم شوفوا الخدمه، شوفوا الخدمه كي دايره. شوف تبارك الله عليك. هذا بالنسبه لا كولور الاولى، حتى هذا يجي رائع مثلا في هكا في بانو ديكوراتيف لا تيت دو لي، في شي صالون مثلا بغيتي ديري به غير حيط واحد. سال دو بان، سال دو بان هذا ممكن في لا سال دو بان. غير هي قلتي لي لا سال دو بان اللي ما يكونش فيها لا فابور، ما فيهاش لا فابور. حنا نعطيكم تصاور ديال لي سال دو بان اللي ديجا خدمناهم دي بابي بان باش تعرفوا. فوالا اي فوتو عطاها لي خويا ياسين انا غنحاول ندوزها لكم هكا في لا فيديو. شوفوا معايا فوالا لا كولور كلير ديالو. انا غنقرب لكم هكا باش يبان لكم. شوفوا معايا لي كولور اللي فيه، ما يمكنش لي غري الفيغ او دوغي مارون. الارضيه كيف ما تخافش من اللون يجي معاه فن. وكاين كاينه لا كولور اللي بلو كلير لي الارضيه ديالها بلون كاسي ولا داخل فيها بحال كاسي. شوفوا شوفوا كي دايره. نجي لكم هنايا باش تشوفوا معايا هي داخل فيها حتى الغوج بريك تقريبا، شي شويه النوار ولا بحال مارون شوكولا فونسي، الكري مفتوح، الكري مغلوق، والبيج فوالا، والبلون كاسي. تبارك الله عليك. هذه لا كولور الثالثه. ديروا لي كابتور ديكرون اي لون بغيتو، حاولوا تصوروه باش كيسهل عليهم انهم يتخطيو الطلبيات ديالكم. بالنسبه لهاد لي موديل كاع اللي ورينا هادو ما فيهمش دي ستوك لي كبار، دونك لي كونتيتي زعما الناس اللي غادي زعما اللي غادي ياخذوهم في الاول غادي ما غاديش نديرو داكشي اللي غادي يبقى تلقاو في اي بلاصه. فهمتك. دونك الناس اللي غيخدموا بهاد لي بابي بان يكونوا محدودين بحال غيكونوا يعني داينهم غير هما بوحدهم، غيسالي هذاك ستوك غتجيبو شكل ثاني اخر. فهمتك. ما نبقاوش نعاودو لو ميم ستوك. تبارك الله عليك. فوالا كاين هذا تاع هذا تا هو زوين عجبني. شوف هذا فيه هذا مبهج. هذا مبهج هذا كيجي الا درتيه في حيط واحد كيعطي صوره التلفازه صوره سميتو كيجي بحال ادم انسبيري من واحد المارك. تبارك الله غزال. سميتو كارار ولكن راه غالي. حتى الكتالوج بري راه سميتو كارارانيس. تبارك الله عليك. باش نصيفطو لنا راه غادي نوريهم كلشي. رائع. هذا فيه الفيغ او، فيه الغوج بريك، فيه الدوغي، فيه رائع. وكيشعل البلاصه، يعني ديك البلاصه اللي درتيه فيها كتشعل كتبان. وهادو كاملين اللي وريتكم مع ليكليراج كيعطيو ثاني شكل اخر. كتبدل لا كولور مع ليكليراج. تبارك الله عليك. هذا يمكن فيه غير كولور وحده. فيه غير كولور وحده. هذا الكتالوج قدرنا نوفروا غير 4 ديال لي كولور. فوالا. الكتالوج شويه صعيب. تبارك الله عليك. ولكن راه الوينات فيه مميزين. وبالنسبه للو بري ديالو هادو كيديروا 350 درهم للرولو. فوالا الرولو شحال فيه؟ 53 على 10 متر كيعطيك متر ونص على 3. فوالا واصلا حنا كن جينيرال ماكسيموم ماكسيموم ديال هادو راه دو رولو غادي يكفيوك في حيط كبير. كبير الا كان كبير بزاف. تبارك الله عليك. منو فين غنمشيو؟ غنمشيو لهادو ياك. غنمشيو لهادو اللي باغيين شي حاجه بحال الرخام بالثمن اللي يكون شويه مرخص. شوف وستيل جيومتريك في نفس الوقت. ستيل جيومتريك. شوفوا معايا فيه ثلاثة ديال لي كولور، حتى هو نفس القضية كيتمسح كيتغسل وكل شيء. هذا الشيء اللي كندوي عليه في دينينا انتي سي كل شيء نفس لاكاليتي، كيبقوا غير لي موتيف والتحفار اللي كيكون مختلف. تبارك الله عليك. كاين فيه هذا المارون ديالو. فيه ديك اللمعة غالبة عليه الدوغي. كاين هذا الفاتح لو بيج، هانتوما كيعطيك بيج. الدوغي وفيه النواغ والكري. كيخليولك ديما لا بوسيبيتي انك تخدم الحيوطه الاخرين ولا الفراش عندك يكون داخل فيه الكري ولا شي حاجه ما توحش في لاكولور. تبارك الله عليك. باش ما يبانش اني شارج ديما يكون داك التناسق. ها كاين فيه لا ثروازيام كولور اللي هي لو كري نواغ والدور. هذا في لي تيت دو لي واعر، وحتى في لي صالون اللي تيكونوا موديرن
انا بالنسبه لي يمشي واحد الحيط بحال هكا صالون موديرن، غير تكون ليكليراج يعني يكون الضو، بلاصه تكون مضويه، هذا غيجيكم رائع. شوفوا معايا كيفاش كيجي دائما كيف ما كيبان لكم، الارضيه كتكون في اللون والضو غير فوق منها لي تخوا كولور. بالنسبه لو بري الثمن ديالو غيبقى ب 150 درهم للروب، الثمن جد مناسب محدوده تبارك الله عليك. وبالنسبه للعبار حتى هو نفس القضيه، 10 متر على 53 سم على 53 سم. ودابا غادي نجيو للبابي بان ستيل تروبيكال، هذا كيجي صراحه سورتو السيدات اللي كيبغيو يبدلوا مثلا لا ديكوراسيون في الصيف كيعجبهم هذا لو ستيل، كيعطي واحد لا فريشور لا شومبر. شوفوا شحال زوين، شوفوا بهاد الفيردور بحال هكا، عندنا لي الارضيه ديالو في لو بلون، لي الارضيه ديالو في لو نوار، والارضيه ديالو في شوف واو. انا غنبعد باش يبان لكم طابلو كيجي غزال، ولا لاحظتوا حتى انه كيجي عريض، هذا متر ديالو متر 6 سنتيم شتو، ماشي بحال هادو ماشي نص متر، فوالا متر يعني ديك ديك الملاقيه، هادو فيهم لي ديتاي كثر تماما، اللي كيكون ستي تروبيكال سميتو كيكون لي ديتاي بحال ستي البوستير، بحال البوستير تمام البوستير. وهذا لافونتاج ديالو على لي بوستير كيكون تيكستور محفر، اذا قربتي هنا لي ديتاي غادي تلقاي هاد انا غنقرب لكم باش يبان، هاد لي بلوم وهاد سميتو كاملين يبانو خارجين، كتقيسهم خارجين على لا تيكستور اللي كتكون في الارض. تبارك الله عليك، قلنا فيه شحال من لون، ثلاثه اللوينات كاينه، هاد لا كولور هادي كي قلنا الارضيه ديالها في البيض، الارضيه بيضاء كاينه، ارضيه كحله فوالا حتى هي كتجي زويونه صراحه، كاينه ارضيه في الكري بارد حتى هادي غزاله فوالا. بالنسبه لو بري ديالهم هادو، هادو كيبقاو 700 درهم، 700 درهم للرولو على 10، هذا رولو واحد كيعطيك 3 متر على 3 متر، يعني بحال كتاخذي غير واحد كافي. ونشوفوا هذاك لو ستيل ديال الريش، كاين هذا من الجديد كيجي دي بلوم كاملين ريش 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 كله فوالا، شوفوا كيفاش كيعطي صراحه غزال. كاين فيه 3 كولور، كاين فيه هذا البلو اها، وكاين فيه المارون ديالو، المارون حنا غنشوفوا دابا في كاتالوج، المارون ديالو ها المارون ديالو اها، ديما كيجي اف 3 دي وكتقيس ريشه بريشه، كاين الفرق ما بين الريشه والريشه ماشي والله الا كتحس بحال هما لاصقين في قضيتهم هكا كيجي في شوف هذا كيجي في تيت دو، يقدر يجي في زعما في اي بلاصه تقدر تخدمو في انتيغاس، كاين فيه هذا البيج ديالو، شوفوا حتى لو بيج زوين تبارك الله عليك، والبلو وريكم كيفاش كيجي البلو ديالو، هذا اللي شفنا دابا شفتو، شوف كيفاش كيعطي. دائما هادو راه ما كتخدموش بهم كلشي، غير بانو واحد كيخرجوا هذيك البلاصه كتولي بيرسوناليزي. هذا الرولو ديالو كيدير لك 5 متر اها على 3، واو هذا رولو، هذا اكبر عبر في لي بابي بان، كيكون فيه 15 متر و 60 على متر، هذاك 5 متر ديال العرض على 3 متر ديال الطول. وبالنسبه للثمن ديالو هذا كيبقى 800 درهم، 800 درهم 100 درهم زايد على الاخر، والعبر كيتزاد كيتزاد، ولكن هذا كتاخذي غير الواحد كافي، الواحد هذا 100% كافيك وشاد تبارك الله عليك. ان شاء الله غنرجع لكم الاونيات، غتشوفوا معايا في هذا لا فيديو حتى لي زوني اللي كي رومبلاسيو الصباغه، كتقدروا ديروهم في لا شومبر كامله، سوا شومبر كوشي سيجور دي صالون، حتى هما كاين لي كولور اللي كيكونوا هكا باردين يعني الوينات مفتوحين، وعندنا لي كولور فونسي حتى هما متوفرين. ان شاء الله هنا غنرجعوا ليهم نشوفوهم اون ديتاي ونعرفوا لي بري. غير قبل بغيت نكمل لكم في ستيل تروبيكال، شوفوا معايا هاد الستيل هذا، شوفوا كيفاش كيجي ديال هذا، بالنسبه لي يجي حتى في لا شومبر كوشي ديال الوليدات، يجي زوين الوليدات، يجي في اون تيغاس، يجي في صال دو بان، يجي في الدخله ديال الدار. هذا لي كولور ديالو كيجيو مع كلشي، نيود هذا لو بلون مع النيود، بلون مع النيود اللي معاه واحد الشيء في لي كولور، شوفوا واحد اللمعه كي دايره هنا خفيفه، كاع دوك لي ديتاي اللي مرسومين خارجين كتحسي بهم خارجين هادو، تبارك الله عليك. شوف هذا يمكن فيه غير هاد لا كولور، هذا برومو جات فيه هاد لا كولور، جات فيه ان بتي ستوك فوالا، مون كونتيتي ليميتي، حاولوا تواصلوا، هذا غزال شوفوا شحال زوين، ويمشي لكم مع اي لون مع اي فراش مع اي ديكور متوفر. شوفوا معايا ثاني هاد لو ستيل كيفاش كيجي داير، اللي ما كتبغيش مثلا الوجوه ديال الحيوانات او لا هكا، هذا كيجي فلوري، هذا فلوري ونفس البرانسيب حتى هو محفر، شفتو واخا كيبان لك الموتيف مشارجي بلي كولور مقاربين ما كيبانش انه شارجي، لا كيجي هادي فوالا، هذا راه الابيض مع الكري مع الكري فوالا، تبارك الله عليك. هادو غيدوزو بلو ميم بري، هاد لي دو عندهم لو ميم، كيديرو 120 درهم للرولو في 10 متر على 53 سنتيم، تبارك الله عليك. سيرت انا كغتقاد به غير حيط واحد، يعني بالنسبه ليا تحتاج بزاف يمكن غير رولو واحد كافي،
لا ولا جوج ولا يعطيك 1.50 متر على حسب العبار ديك الساعه، على حسب العبار اللي عندك انت في الحيط. نبقاو دائما في ستيل تروبيكال. نشوفوا راه كاين هذا تروبيكال، كاين هاد لي موديل ها انتم، كاين هذا ثاني، شوفوا معايا اللوينات فيه مبهجين، هذا خفيف لايت بالنسبه ليا. كاين موتيف اخر، كاين هذا بلاستيك شوفوا معايا ها انتم، راه بحال تقريبا راه كيشبه لهذا، غير هذا مورد اللون تقريبا بحال نقولوا اللون في اللون، هذا ثاني شوف شحال زوين. شوف هذا هو في لي سالون دو بوتي كيبغيو هذا لو ستيل بزاف، غزال مع داك اللون غوز، وهذا كيجي رائع، والفيغو في الارضيه اها. ونشوفوا ايضا حتى واحد الموديل اخر اللي هو هذا اللي قلت لكم، هذا الارضيه ديالو تقريبا بحال ان فيغ كانغ فونسي فوالا. وشوفوا معايا كيجي فيه هاد العريشات بحال هكا في البرونز و دوري و جون، شفتوا كيفاش كيجي داير. هذا زويون، هذا ممكن يمشي بانو واحد، ولا ممكن واحد ستيل كيعجبني مثلا كدير بانو كتخلي شويه البيض، كدير بانو كتخلي شويه البيض تماما فوالا، وحيت هو صامبغ باش بحال كتهرسو بداك البيض. بارك الله عليك. هادو الى عقلتو كنا وريناهم في اخر فيديو، ولكن عاودوا نوريوه لكم. شوفوا معايا هذا 100% ستيل تروبيكال، كيجي خطير حتى هو زويون، داخل فيه الفيغ بيستاش، داخل فيه الفيغ رويال، لي طون ديال الفيغ تقريبا كاملين داخلين. هذا قريب للحقيقه، كيبان قريب للحقيقه، غزال. كاين هذا، نشوفوا حتى هذاك اللي تحت منه هو زويون، هذا ستيل تروبيكال ولكن بلي زالفاب، شفتو بارادايس حتى هو زويون. بالنسبه للو بري، واش كل واحد هادو اللي شفنا لو بري ديالهم، شفنا الاخرين غيبقاو بنفس الثمن اللي كنا درنا اخر فيديو ديال البرومو، 150 درهم لو بري وكاملين. هذا 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 150، 150 درهم الرولو، زيد عليهم هاد لي في مابر اللي كنا ورينا تا هو، شحال زوين كاين في هاد لو ولا بالكري مع البرونز، تا هو نفس الثمن 150، 150 درهم الرولو. شحال فيه؟ 10 متر على 53، 10 متر على 53، ولا لي زيفي ديال البريك. شوفوا هذا، هذا ما شفناهش كنظن، ما شفناه صح، شفنا هذا، شوف ستيل ليوبا، هذا شوف هو زويون، هذا كيجي في لي تيت دو لي، كيجي خطير. شحال داير الثمن ديالو؟ هو 150، حتى هو 150 ونفس العبار. وبالنسبه للبريك كيف ما كيبان لكم ها انتم، شوفوا الشكيلات اللي كاينين فيهم، هذو كنا دوزناهم، حتى اللي كيبغي المغلوق ديالو راه متوفر. شوفوا المغلوق ديالو، هذا كيبان بريك نيت، هذا ممكن نديرو انا في لاكويزين، يجيني زوين في لاكويزين، ما عنديش مشكل، حتى في ما بين البوطاجو والبون طافاي تقدر تخدم، نقدر نديرو اللي وريناكم كامل، تبارك الله عليك، ما عنديش مشكل. حيت واخا كيقيسهم الماء ما كيخسروش، هادو تبارك الله عليك خاصهم الماء. وهادو لي زيفي بو، شوفوا معايا العود، نوريكم غير واحد ونوريكم اللوينات. شوف شوف بحال ستيل 3 دي كيجي خطير. شوف حتى هو لو ميم بري 150، كلهم 150 درهم. مهم عاشقات البابي باون الجديد، في هذا الفيديو بردنا لهم الغديد ياك، زعما برعناهم ما شاء الله. وبالنسبه لهذا الاخر، هذا عنده واحد لو ديتاي زوين، هذا شوفوا شحال زوين، شوفوا 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 عشاق النيود واعر الارضيه في البلون كاسي، وكيجي فيه هاد الخطوطه هادو تماما. هذا شحال كيبقى حتى هو؟ حتى هو 150 درهم، 150 درهم صالون تيت دو لي انيق جدا. كيف ما وعدتكم غادي نوريكم حتى لي زوني، هادو من غير انه ممكن ديروا لا شومبر كامله، اللي عجبني حتى الميتراج بحال اللي كنا شفنا في ستيل مترو على 10 متر، رولو واحد كيعطيك حد، تبارك الله عليك. عندك شومبر اللي فيها ثلاثه ديال الحيوطه راه خصك فيها ثلاثه رولوات، رولو كل حيطه، وما كيجيش مقطعين، ما كيكونش ديك التقطيعه، ما كيكونش ديك المناطق فوالا. وميم طون هادو كي رومبلاسيو لك الصباغه، احسن الصباغ بزاف على حساب النيتواياج، على حساب لا ديورابيليتي، هادو كيكونوا اكثر. وديك الروينه بعض المرات الصباغه كتدخلي الصباغه على الاقل كيبقى عندك واحد ايام ولا سيمانه تقريبا، هي القليله. هذه شحال عندهم مثلا الا بغات دير مثلا البيت كامل؟ البيت كامل ما عندك حتى نص نهار غادي يكمل لك البيت كامل، ما كاينه لا رائحه لا تكرفيس لا والو. تبارك الله عليك. شوفوا معايا اللوينات اللي متوفرين فيه، كاين بحال الثوب، هذا دير بحال لولا، دير بحال لولا هانتوما نغنى، كاين هذا اللي غادي شويه البيج دوغي، كاين فيه هذا النيود، هذا فيه بحال واحد نيونس ديال الكري بارد، وكاين البلون كاسي ديالو، والبلون كاسي هذا رائع صراحة. نعاود نذكر بلاستيوس ديال ديال الغموله اولا ديال لوميديتي، كديروا البابي الومنيوم، كتقدروا من فوق منه ديروا اي بابي باش شفتوا. شوف
ثلاثه اللوينات فنين لون واحد. بارك الله عليك. وكاين هادو اللي كيجيو بحال الخيال تماما. هما فيهم ثلاثه ديال اللوينات. كاين الشخص باغا خيال غتبرو صراحه. هذا فيه لي ديطري بالطوب بلون كاسي بالطوب. كاين فيه بلون كاسي بالكري. هذا تا هو كنقدر ندير به لا شومبر كامله. هذا كيدورو كيما كاسي والصباغه هادوك. شوف شوف بزاف لي شومبر كلشي صراحه زوينه كيعطي الضوء كيبهج البيت وفي نفس الوقت نص نهار انت ساليتي. بارك الله عليك. كاين فيه البيج. حتى البيج ديالو زويون. البيج حمقني شوفوا كيفاش كيجي داير. هذي كولور ميو. بارك الله عليك. فوالا حتى ملي كتكون لا شومبر صغيوره كيوسعها بحال هاد. ديما هادو لافاب وما كيبهجوش مع الوقت. واخا تكون الشمس وهذا الصباغه كتكون خيال وداك الشيء كدوز عندك واحد 4 شهور 5 شهور كدا تبات كتشقق. سي فري. هادو ما عمرهم يخرجوا لك شي حاجه تلاقي ديال الحيط وميم طون كيتغسلوا كل شيء ما عندكش. تبارك الله عليك. فوالا غادي نجيو لواحد لو موديل اخر. هذا ديال افيتيسي بحال الثوب. شوف هذا ما فيهمش اللمعه اللي كاينه في هذا، راه فيه واحد اللمعه خفيفه. هادو مات مات كتقيسهم بحال كتقيس الثوب. هادو كتقيسهم في الحيط بحال ما ركبت الثوب. هادو كيجيو في لي شومبر كلشي، كيجيو في لي بيرو، كيجيو في لي زيسباس بروفيسيونيل، وميم طون كيجيو في بيوت الناس. بيوت الناس كيبغيو شي حاجه ديما اللي تكون افيتيسي. تبارك الله عليك. كاين فيه هذا وكاين فيه هاد الكري بلارجونتي. كلهم لوينات باردين اوني. هذا راه كيبان لي بحال الفيغ او. هذا بحال الفيغ او بارد 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 بارد. ما غيبانش لكم في الكاميرا، ما غيبانش لكم الفرق في الكاميرا، ولكن راه كاين فرق في اللون بيناتهم. وكاين الكري عاوتاني مفتوح بارد. شوف المهم انهم في الملمس ديالهم بحال كتقيسوا الثوب، بحال كتقيسوا الثوب. تبارك الله عليك. كاين فيهم حتى البيض. البيض هما هادو اللي لتحت. بالنسبة للناس اللي كيبغيو بابي بان بيض وما تلقاوش. ها هو هذا بيض ما فيه حتى شي كولور. اها كاين فيه لي فيتي سو، كاين فيه سامبل بحال ليس. هو تا هو ملي كتقيسو كتقيسو بحال الثوب، غير الموتيف ديالو سامبل. فوالا المهم هانتوما شوفوا معايا تبارك الله شحال من لون وحتى لي ديزاين مختلفين. ملي غادي يجيو ان شاء الله المحل غير الاشاريه كتسدو يوم الاحد فقط. يوم الاحد فقط اللي كيسدو، والارسال مره اخرى كيرسلو في كازا وفي جميع مدن المغرب. بالنسبه لهادو نعاودو نذكرو بالمتراج ديالهم. الرولو شحال فيه؟ مترو. اها 6 سنتيم على 10 مترو ديال الطول. والثمن شحال يبقاو؟ هذا يبقاو الثمن بروموسيون ب 400 درهم. تبارك الله عليك. نورمالمون في لي كاتالوج ديالهم راه كيديرو 700 درهم 650 درهم الرولو. هادو طايحين برومو ولكن دي ستوك اللي كيكونوا ليميتي في كل شاك كل. يعني كيطيحوا عليك تقريبا بالثمن ديال الصباغه، غير انت كتوفر عليك الريحه، كتوفر عليك التماره، كتوفر عليك داك الروينه اللي كتكون والوقت. الا بغيتي كاع لا فينيسيون اللي كتكون في هادو راه كتكون غاليه، كتكون غلا من هادو. آه سي فري. هذا جي تقارنوا مع الصباغه تلقى الثمن ديال الصباغه اللي انا كنهضر لك غير الصباغه العاديه. هادشي هاد لا ديكوراسيون. تبارك الله عليك. سورتو نتوما غديروا بها البيت كامل ماشي غير بانو. فوالا نبقاو في الاوني. الروالات ديالهم اللي بحالهم اللي كيبغوا لي كولور اللي كيجيو تما لي كولور تروبيكال اللي كيجيو. اها كاين هاد لاكولور. عرفتي على الوان كي دايرين. هذا راه بحال الغوج بريك. هذا تقدر ديرو في اون تيراس. بصح تقدر ديرو بوحدو في اون تيت دولي. شوف انا نقرب لكم غير باش يبان لكم. شوف تقدر ديرو في تيت دولي بحال الثوب. دوز داكشي الاخر كله بالان كولور كلير وهذا كديرو في تيت دولي. فوالا فونسي. تبارك الله عليك. هذا كاين فيه البيج ديالو. هذا بيان سور تقدري ديري لا شومبر كامله. حتى هو افيتي سو شتو كيتغسل. اها وكاين البلو. عرفتي الدرجه ديال الالوان. هذا بحال بلو فيغ كانار. هذا شوف شوفوا كيفاش كيعطي. نقرب لكم. حتى هو كيجي هانتوما بحال الثوب. تبارك الله عليك. هادو لي تخوا نفس لا كاليتي نفس لا مارك نفس كلشي. هادو الروالة بحال قلتي لا موتي ديال الروالة نص ديالهم نص الاخرين. هادو كيديرو 200 درهم. لا خديتي جوج من هذا هي لا خديتي واحد من هذا سوا بيان زعما لا ميم شوز زعما فوالا سوا 400 درهم سوا 200 درهم. إلا خديتي جوج من هذا طيح لك تاهي ب 400 درهم. تبارك الله عليك. تخيلوا معايا فيت النواغ. هادو النواغ هادو والطوب وهذا لي في كارطون. هذا اللي غادي نوريه لكم. هذا زوين. هذا كيجي بحال هذا بحال بحال شكل ديال الكارطون حتى في التكستور ديالو. شوف 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 السيل ديالو طلع زوين. تبارك الله عليك. هادو غيكونوا مختلفين في الثمن. غيكونوا مختلفين في الثمن. ها انتم عقلوا عليهم. هذا هاد الطوب هذا اللي كيجي بحال تيسي. انا غنقرب لكم. شوف كيجي بحال تيسي غيي. شوفوا اش باين لكم ولا لا. بلاتي قرب
شفتوا كيفاش كيبان؟ اها. والنوار، النوار النوار حتى هو اللي بحال شفتوا. شحال غيبقاو هادو لي طخوا؟ مازال باقي. اه هذا راه تعشقيه فتو ما كتلقيهش. شوفوا معايا لا كولور كي دايره، شوفوا معايا التيسو كي داير. لا كولور كتقدر ديرها في لي شومبر كلشي ثاني كتجي زوينه في لي دريسين، كتجي زوين. سي فغي حتى في لي دريسين خطيره. عرفتي حتى في الملمس بحال هكا تقيسي الثوب. من هذا حتى هذا غيمشي معاهم في لو ميم بري. جر هذا مع هذا، عرفتي كيفاش جا؟ شوفوا كيفاش جا، جا خطير. هذا فيه بحال لي زومبرانت تماما بحال البصمات، ولي زومبرانت كيكونوا اون غيليف خارجين، وهذا باش هذاك التحفيره هي اللي كتكون فيها لا كولور ديالو اللي كتبان لكم هنا. تبارك الله عليك. هذا بحال هاد لا كولور هادي فهادي، وهي مشعشعه شويه. والارضيه في النوار، الغوليه في النوار. اه حتى هذا كي كي كيتماوج كيتماوج سي فغي على حساب الضوء. موديلات واعره صراحه. هذا هو بحال تيسو بحال الثوب، وفيه دي بيتي موتيف دوري. شوف تبارك الله عليك، كاين حتى هاد لونوار هذا. شوف هذا نوار وفيه بحال قشوط الحوت في لارجونتي ياك، وضريبات بشكل هذا. انا نقرب لكم بحال هكا باش يبان لكم، شفتوا كيفاش كيبان؟ ما شاء الله داكشي خطير ومميز. اللي كتقلب على شي حاجه متميزه، ماشي داك لو سليستي اللي كنلقاو دائما في الاسواق. وعندنا هاد لو موديل هذا حتى هو كيجي على شكل مثلثات، فيه واحد اللمعه جميل. شوف شوفوا اللمعه كي دايره، تبارك الله عليك. هادو كاملين غيبقاو ب 150 درهم الرول من هنا، من النوار من النوار حتى لتحت، حتى لتحت 150 درهم. والرولو شحال فيه؟ نعاودو نذكرو مره اخرى، على 53 على 53. وما نسيناش لي بيبي، حتى هما عندهم حقهم في هاد لا فيديو من البابي بان. شوفوا معايا الموديل كي داير بعدا، شو لي كولور. شوف هذا ما كديروش بيه بيان سور لا شومبر كامله، هذا كديرو غير حيط واحد فوالا، وما تبقى يقدروا يديروا شي حاجه خفيفه ولا صباغه ولا بحال هاد لو ستيل هذا نيت اللي ورينا هاد البابي با هاد المفتوح هذا فوالا، باش كتبقى هادي متميزه. شي لاخر يدوز كله بالاوني تمام. هادي اصلا جات تروبيكال وميم طون جات ديال ديال تندونس بالنسبه للدراري. عجبتني هادي، فنه فنه، تلا كولور خطيره يونيسكس، هادي تمشي بنيتات وليدات فوالا. كاين ثاني صراحه كاين بزاف لي موديل، كاين منهم اللي ورينا في الفيديو اللي فات، وكاين منهم اللي باقيين جداد. كاين هادو اللي بحال لي بالي تاع مغربيين غزيين غزيين. كاين هادو بالنسبه لوليدات كبيبرين شويه. اه شوف فيهم لي طاك في الغرافيسين لي فوتور لي زيتوال، تبارك الله عليك. كاين هذا كيجي غير هذا لي بيبي، هذا بحال قلتي هذا وهذا كيجي مع بعضياتهم. لي ميم كولور بحال دي كوردوني، هذا الكوردوني ديال هذا. شوفوا شحال زويون هذا بالنسبه لي بنوتات رائع. شوف شوف ها كاين هذا، شوفوا معايا حتى هو الارضيه كيف ما كتبان لكم في لو بلو، كتقدروا ديروا فيه بانو واحد وما تبقى. شوفوا معايا شحال ديال الاونيات كاينين، كاين هادو ديال لي زومبيلونس مثلا، وديال ديال البوليس هذا. هذا فني والبنوتات تسع سنين 10 سنين 12 عام كيجيو زوينين. كاين هذا ديال العواصم ياك ولا العمولات؟ اه ديال العمولات ديال الفلوس. المهم كاين لو شوا من الزياده تقريبا من لي بيبي تيكونوا صغارين حتى لديك 14 عام فوالا. ونقدروا حتى هذا الشكل هذا ديال 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 البغي كيمشي حتى هو ادوليسون. حتى هو كيجيب لي مع عند لي زادوليسون. بالنسبه لو بري ديال هاد البابي بان ديال الوليدات شحال غادي يبقى؟ لي بابي بان ديال الوليدات غادي نديرو لهم 120 درهم للجوج كاملين. كامل 53 سنتيم على 10 متر. تبارك الله عليك، يعني اتمنى كتبقى جد مناسبه مره اخرى لي كابتور ديكرون للشكل اللي بغيتي، والارسال في كازا في جميع مدن المغرب. الطريق باش تجيو للمحل غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو، وغنحط لكم حتى لا لوكاليزاسيون كديروا غير في جوجل ماب ولا في الويز، راه كتجيكم حتى لقدام المحل، ما تجيوش فقط غير يوم الاحد. سيمونا حتى هذا الموديل بالنسبه لي جونغ ديال لي زونفون اللي كيكونوا حتى 18 20 عام. اه تيبغيو شي حاجه تكون نيت، تكون شي حاجه اللي تكون شويه مقطعه، وتكون اون ميم طون فيها لي كولور اللي غيبغيو. كاين هذا كيجي يونيسكس سواء للولاد سواء للبنات، في الداخل فيه ان بيتي روز ان بلو ان غري، والارضيه بلونكاس كيجي بحال لي كولور بال باستيل خفافين. هذا افيتيسي بحال التوب. اها وفيه بحال الشجر بحال الشجيرات كيف ما قلتي لي، بحال الشجيرات بحال مرسومين.
والعبار كبير كتكون فيه متر على 10 ولو واحد يكفي في متر دو ديال 3 على 3 فوالا كافي وكيبقى الثمن ديالو 400 درهم كتصون ديال هذوك لي زوني اللي كنا شفنا فوالا يعني واحد قادك واحد تبارك الله عليك. وفي الختام ديال لا فيديو بغيت نوريكم واحد لي صالون هادو كانوا واحد الوقيته روبتور دو ستوك ما كانوش بقاو كانوا السيدات كنا غير كنصور بعض المرات معك اخويا ياسين وكيكون واحد الشكل كان محطوط كانوا كيسولوا عليه. بغيت نفرحكم انهم دابا راه كاينين متوفرين في المحل ديال ايمي ديكو وسبحان الله جبتي لهم في هاد الوقيته اللي غيحتاجوهم. دابا كاين العيد كاين الصيف كاين السيدات اللي كيبغيو يستغلوا دابا السطاح لي تيغاس لي بالكون كبار ناس عندهم لي فيلا كيبغيو يخرجوا بزاف برا. دابا هذا الصالون تقريبا شحال فيه؟ هذا فيه 5 ديال البلايص اها تقريبا 198 في الفوتو الكبير اها و 65 في الفوتو الصغار ولا طابل ديالهم تبارك الله عليك كيمشيو 5 بلاص ولا طابل فوالا صالون كومبلي سي صالون كومبلي. هذا تقدروا تستعملوه في الخارج كيف ما كاين السيدات اللي ممكن مثلا بغات تدخلوا برا بغات تدخلوا لداخل سي بوسيبل فوالا. بالنسبه لي كولور اللي متوفرين فيه هذه بالنسبه لي انا باسبارتو ولكن وكاين الكري وكاين البيض والبيض لي 3 كولور هذا نورمالمون لا في ناحيه الشكل لا من ناحيه الموديل هذا احسن من الموديل اللي كان قبل زاد هاد لاطاب زايده فيها الزجاجه نورمالمون الاولاني كانت غير بلاستيك هادي زجاجه دابا اللي الفوق دابا لاطاب لون بلاستيك وكاينه الزجاجه من الفوق منه هادي الزجاجه ملي كنهضروا على البلاستيك راه ماشي بلاستيك اللي كتعرفوا بلاستيك ديال الاكستيريور اللي كيتصبغ تماما قاصح حتى لي كوسان راه انترميابل وكتكون فيهم السلسله باش انهم الا بغيتي تسبنهم الا بغيتي تصاوب شي وحدين بحالهم يكونوا موتيف ولا شي حاجه كتعاود تصاوبهم منهم واحد الحاجه بانت ليا واش دابا هادو كيتفصلوا مثلا الناس اللي غيبغيو يمونطيوهم غتصيفطهم ليهم كيجيو اصلا مفصلين كيجي الصالون كامل مفصل فوالا اللي كان كيتمونط بديفيس وسميتو هذا ما كيتمونطاش بديفيس كيركبوا ديما مال فيميل الرجل مع الظهر مع سميتو يعني ساهل هذا ديالو ساهل ماشي بحال الاخر. كاين فيديو ديال اون فام اللي كتمونطي زعما الخدمه ديالو زعما ماشي حاجه اللي صعيبه يعني مثلا انت مثلا انا كاينه في مراكش ولا كاينه في وجده مثلا وصلني غنقدر نصاوبو بوحدي كنصيفطك لا فيديو كيفاش كتمونطي دو ا زد تبارك الله عليك فوالا شفتوا العبار عرفتوا اللوينات اللي متوفرين فيه دابا غنجيو لو بري الثمن ديالو بالنسبه للثمن ديالو ما نقولوش 4500 نورمالمون هما الاثمنه تقريبا باش كيدوز المارشي دابا حنا نديرو ليه 3800 درهم 3800 درهم صالون كومبلي كيف ما شفتوا معايا فوتوي كبير 3 بلاص 2 فوتوي اون بلاص اون بلاص والطبله كيف ما كتبان لكم كتجي بزاجه ومتوفر في 3 ديال اللوينات. نبقاو في لي زارتيك اللي كنحتاجوهم في الصيف حمقني داك الغولاكس اللي من مورك شوفوا معايا هذا راه ما فيهش بزاف البنات كميه محدوده جدا شوف تيغاس حتى هو بالكون الناس اللي عندهم جرادي بيسين كيجي صراحه غزال هذا كيجي بالباراسول ديالو الباراسول ديالو على حساب الشمس وسهل في المونتاج حتى هو كيجي ديمونتي سهل في المونتاج وبالنسبه الكوسان ديالو ولا الجلسه ولا زعما المكتبات كاعلي ولا شي حاجه مرتاح كونفورتابل ماشي شي حاجه اللي غادي تجلس عليها زعما 3 سوايع ولا ساعتين وغادي تسيها غادي تقدر كاع تنعس فوق منه ما عندكش مشكل وبان ليا صحيح يعني كيهز حتى لو بوا مثلا شي واحد مثلا اللي فيه 90 كيلو ولا 100 كيلو مثلا ما تخافش لي كولور اللي متوفرين فيه كاينه فيها غير هاد لا كولور عرفتي كي جات مع هاد لو سالون بحال غدا معاه تقريبا اصلا هاد لا كولور هي اللي كتمشى بزاف تماما نيود وهاد لي كولور هما اللي كيمشيو بزاف. هذا كنا بيناه العام اللي فات في فيديو كنا درنا ليه واحد لو بخي دابا غادي يكون فيه ان بخي بروموسيونيل بالنسبه لي الناس اللي غادي ياخذوه يعني غير الكميه اللي بقات الكميه اللي بقات تقريبا كندويو على 8 حتى 10 ديال لي بياس اللي بقاو فيه تماما غادي يبقى بالثمن ديال 1400 درهم 1400 درهم 28000 ريال. شوفوا معايا كيفاش كيجدي راه ممكن تمشيو تشوفوا الثمن ديالو ولا في لي ماغازان الكبار هذا يقدر يوصل حتى ل 3200 درهم في الماكس وصوتوا في هذه الوقيته الناس اللي كيبغوا مثلا يعني الاكستيريور يستافدوا من برا بزاف هذا هو الثمن ديالو دابا قلنا فيه ما بين 8 حتى 10 ديال لي بيس فقط 1400 درهم ولو سالون كيبقى ب 3800. وغنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا من المحل ديال ايمي ديكو كنبغي نشكر سي ياسين بزاف على هذا الجديد الله يبارك فيك وحتى لي بخي اللي داير لينا ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال المتابعين ونكونوا قدرنا نوصلوا لهم داكشي اللي كيشوفوه في الانترنت بثمن مناسب تبارك الله عليك ونكونوا عند حسن الظن لا في لاكاليتي لا في التعامل ان شاء الله تبارك الله عليك. دائما بالنسبه للطريقه تلقاوها في الاخر ديال لا فيديو الارقام كنحطوا لهم جوج ديال الارقام فوالا غتبان لكم على الشاشه شرف وياسين تبارك الله عليك. وبالنسبه لاباج انستغرام حتى هي غادي تبان لكم على الشاشه راه كيحطوا فيها الجديد ان شاء الله باذن الله ترقبوا قريبا غير يوصلوا هذوك لي بلاك فوالا
لا بديل الرخام بديل الخشب المهم غادي يكونوا غيكون كلشي فوالا اللي خاصين بالارض هادو اللي ورينا نعاود نذكر في الاول ديال الفيديو خاصين بالحيط فقط تبارك الله على السياسين شكرا بزاف بارك الله فيك شكرا للمتابعين وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ويقبلوا علينا داكشي اللي كنجيبوا الله يكبر فيك ديما كنقلبوا على الجديد ديما حنا كنجيبوا شي حاجه ورا كنقلبوا على حاجه اخرى دونك باش نكونوا ديما متابعين لا طوندونس ونكونوا سابقين فوالا هادشي اللي كاين تبارك الله على خويا ياسين وعلى الشروحات ديالك الناس راه كيعجبهم الطريقه ديال الشرح ديالك داكشي شرح لينا كلشي بلي ميزور دوك لي زاستيس كاملين تبارك الله عليك الناس اللي ما فهموش شي حاجه يقدروا يتواصلوا معنا راه نشرحوا لهم كلشي بلا طيب كلشي اللي بغاو ما عندناش مشكل تبارك الله على السي ياسين شكرا لك بزاف ومبروك عواشرك مره اخرى وكنشكركم حتى نتوما متابعي القناه كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم الا عجبتكم ما تنساوناش دائما جيم بارطاج اشتراك في القناه لتعم الفائده اي تساؤل او استفسار شي حاجه اللي ما ذكرناش في الفيديو ممكن تواصلوا مع الارقام اللي كتب لكم على الشاشه مره اخرى كنقول لكم حتى نتوما مبروك عواشركم تعيدوا تعاودوا غادي نقول لكم بالسلامه نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد بالنسبه للناس اللي غيبغيو يجوا للمحل ديال ايمي ديكو فكيف ما كيبان لكم هذه هي الطريق ديال مور يعني في اتجاه ديال موروكو مول انا غنحاول نصور لكم كل شيء بالتفصيل كيف ما كيبان لكم هنا كنوصلوا للرون بوين كنخليو المول على اليمين وكندورو حنا على اليسار يعني بحال لا كنرجعوا من الطريق اللي جينا منها غير تبعوا معايا البنات اللقطات وغادي توصلوا حتى لقدام المحل وبيان سيو غادي نخلي لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف اولا ممكن تطلبوا حتى من صاحب المحل انه يرسلها لكم يعني كي قلت لكم كنرجعوا من الطريق اللي جينا منها باش ندخلوا على اول دوره على ايدنا اليمين شو هي هذه يعني اول دوره على ايدنا اليمين كندخلوا معاها وكنبقاو غاديين نيشان فوالا جميع المعلومات نخليها لكم بيان سور في صندوق الوصف كنبقاو غاديين غير طول حتى كيبان لينا هذا الملعب هذا هو هذا كيبان هذا الملعب الملعب كنخليه على ايدنا اليمين وكندخلوا مع اول دوره على اليسار ومباشره كنلقاو المحل كيف ما كيبان لكم هو هذا شتو المحل ديال ايمي ديكو بمدينه الدار البيضاء